السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ بخير، اش كتعملوا؟ كنتمنى تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. اليوم جيت نقدم معكم واحد الحلوى لشرب اتاي. كل واحد شنو كيقول لك، اللي كيقول لها غريبه الشهداء، لكن المهم هي حلوى لشرب اتاي صالحه صافي. اللي كنحتاجو فيها واحد الرابعه نتاع الكوك، يكون من النوع اللي زوين ياك. ها هو كيبان. وكنحتاجو فيها جوج كيسان سنيده من هادو، وجوج كيسان تاع الزيت ما عامرينش، وكنحتاجو فيها واحد الزبده، ربعه تاع الزبده 250 غرام. انا درت هذا النوع، نتوما اللي بغيتو ديروه. كنحتاجو فيها جوج فاني، كنحتاجو فيها جوج ساشين تاع الخميره 8 غرام، وكنحتاجو فيها كيلو تاع الدقيق، يكون من نوع مزيان باش كطلع زوينه. ودابا غنشد الزبده، غنخدمها مزيان مع سنيده ياكم. سمحوا لي على التصوير بيد وحده. غنخدم مزيان الزبده مع سنيده ياك. هنعمل جوج كيسان ديال سنيده مع الزبيده، غنخدمهم مزيان، وغنكمل ب غندير الزيت، غندير الكوك، غندير الدقيق. صافي هذا ما كان. وهنا باش ما نخربقكمش، نخليكم حتى التالي. هنا عندي كوك وغنزيد معاه شحال ما بغيتو نتاع سنيده. غتفند في نفندو الحليوه ديالنا في هذا الكوك وسنيده. صافي البنات، من بعد ما غنكوروها غنفندوها في هاد الكوكو سنيده. اللي بغى يزيد ضيف الفاني ضيفو باش يزيد ينسم كتر، اللي ما بغى صافي هذا كافي. يلا هالبنات غنجمع، انا نبدا معكم باش نوريكم كي كتولي. بسم الله، وانا الزبده راه ما مساعدانيش. يلا كيف جبتها من الثلاجة هذه شي ساعة هكاك. مهم هنحاولوا معاها. واخا هكاك ما قلت لكم شي البنات، قبيصة الملح راني دايرته هنا كاين مع الكوك ضروري. واللي خلال ما كياكلش الملحه ما عنده ولا شي يديرها. وكان كانت سخونه شويه تكون مساعداني اكثر. غنبقاو بحال هكا حتى كتولي بوماده. بوماده عندك وحسب تكون بوماده شي حاجه، بوماده نتاع الزبده بوماد. المهم هي بدات كتجمع شويه، ماشي مشكل. واخا راه كتاخد الخدمه هكا، ولكن ما عندي ما ندير. يلا حلمت. المهم البنات عرفتي شنو، نخليكم دابا غنجمع الزبيده مزيان ياكو، وغنضيف الزيت. دابا غنضيف حتى الفاني، غندير الفاني عاد ندير الزيت. سمحوا لي خربقتكم، راه كلشي باين. ومرحبا بكم عندي، كنتمنى تشجعوني. الله يجازيكم بالخير. وانا خدامه خدامه في هذه خصها تخدم، غنديرها. في خدمة دي واحد شنو كدير، كدير العذاب. هو المهم كنتمنى تقبلوا عليا على التصوير. كنتمنى تساعدوا اختكم، الله يجازيكم بالخير. ما تنساونيش من اللايك.
دابا انا ضفت هاد الخمارات، الصراحة غير جربوها كتجي غزالة. العيد ما جي، الوليدات شنو ما كان كتصلح في هاد الايام هادي، في هاد العواشر هادي. المناسبة عواشركم مبروكة، الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة هاد العواشر. ودابا هاهي تجمعاتنا الزبيدة مع السكر، غنضيفو هاد الزيت، هذا الكاس الاول تاع الزيت، انا غنضيف الثاني غير شويه بشويه نخدمه. شفتوا البنات كضيف الزيت صافي كتبدا تنطلق، المهم مكتبقاش كيما كانت. غنضيف دابا الكاس الثاني تاع الزيت، بحال هاد الكيسان هادو ما يكونوش عامرين. عاود ثاني غنجمع شويه بشويه باش كتصدق النار. دابا غتمسح على الخدمة، شتو البنات كي كتولي. غنخليو داك الخمارات هما التانيين، عاد غنديرهم. أي حاجة كنصحكم بيها تخليو الخمارات هما التانيين. المهم دابا غنضيفو هاد الرابعة نتاع الكوك، 250 غرام. غنشوفها واش غدخل لي داك الكيلو الطحين ولا ما غدخلوش. المهم الدقيق راه منه جيد باش كطلع لنا الحليوة مزيونة. دابا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه بحسب ما تكون لا جاريه لا قاصحه، تكون القوام ديالها هو هكا. المهم غندير نص ديال هاد الدقيق اللي عندي وغنشوف. بسم الله يا رب تسخن. والله يا البنات تيقوني يجربوها كتجي غزاله. مازال خصها دقيق، دابا عاوتاني غنزيدها
تسمحلو ليا الا كان مزعزع يدي ولا شي حاجه. المهم هكا راني عارفه الحماق يعني ما يتيسر الامور ويسهل علينا سيدي ربي ونكونو حتى حنا بحال الناس. دونك كنحس بيها مازال في يدي جارية، غنكمل الكيلو نتاع الدقيق. يلا البنات غنخليكم دابا غنكملها بالجميع ياك، ونكورها ونكورها نوريلكم كي كندير تا كنفندى. انا معاكم البنات، رجعت معاكم من بعد ما جمعتها ودرت داك الخميرات في التالي، داك الخميره حمراء ها العجين كي كيكون ها مساد كي تلوى بصوره ها الكويرات، كنشدوهم وكنديروهم هنا ياك، هنا يرى السنيدة والكوك واللي بغا يزيد الفاني يزيد. دابا هنا خصني تكون راغي في يدي ولا في الطبسيل. انا غير كنوري لكم لحقاش شد التليفون بيدي كنبركو عليها مزيان كتجي في هذا الشكل هذا. كنتمنى تكونوا فهمتوني. ها انتم كنكوروها بحال هكا وكنبركو عليها هكا، ما كتلصق ما والو، كنديروا لها هكذا. هاد اللعيبه هادي اللي كنصايبو بها بطاطا، وكاينه اخرى عاوتاني اللي كتصايب هادي كتصايب بطاطا مسلوقه، هذيك اللعيبات كتنزل عليهم بحال هكا، والاخرى خلاه اللي باش كنقطعو بطاطا فريت حتى هي كتصلح. كنتمنى تكونوا فهمتوني. يلا نكمل الحليوه ديالي ونوريكم الشكل النهائي. هاي يلا بقاو معايا، ها هو الشكل فاش كورتها سالي في الطبسيل. دابا غنديرها طيب البنات. الحليوة ديالنا وجدات، جات على هاد الشكل هذا. سمحولي على الإضاءة، هيا راه كتجي مقرملة. ها نتوما تشوفو كتجي زوينة الصراحة. شرب